تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. معادنا النهارده ورد على حرقان وغل خالد فطوطه من النادي الاهلي. خالد الغندور مش عايز يكبر، تعدى الخمسين ومش عايز يكبر ومش عايز يعقل ومش عايز يجيبها البر، ودايما بيستفز جماهير النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي منه حطت ايديها في الشق. لا في هيئه رقابيه على الكلام اللي بيكتبه على صفحته الشخصيه على الفيسبوك، ولا اللي بيطلع يقوله على قناته او قناه نادي الزمالك. امبارح ما كانش خالد الغندور طالع هوا، فطبعا السوشيال ميديا وقناته على اليوتيوب وصفحته الرسميه على الفيسبوك هي الاداه الوحيده قدامه لزرع بذور الفتنه اللي بيعملها ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. خرج علينا امبارح خالد فطوطه بعدة بوستات استفزازية للنادي الاهلي، اهم واحد فيهم كتب هدف محمد شريف للأسف هدف غير صحيح، لان محمد شريف ركبته في ظهر اللاعب، الكلام ده بعد المباراة من تاني، في ظهر اللاعب والحكم المفروض يلغي الهدف. كتب الكلام ده وتناسى تماما الهدف السليم مليون في المية، واحنا اول ناس جبنا الكورة دي وبعد كده الصفحات كلها اخدت البوست مننا، جبنا خط التسلل، مفيش اي تسلل، حتى القنوات الرياضيه اخذت البوست اللي احنا نزلناه وانتشر انتشار غير عادي على صفحات الفيسبوك. الفار ما عرفش يعني يظبط التسلل، ما عرفش يجيب لحظه خروج الكوره. طبعا قعدوا يقولوا بقى العيب في التصوير، العيب في النقل، العيب، لا العيب في الفار، ولعيب في اتحاد الكرة اللي عايز يوقف مسيرة النادي الاهلي. كل ما الحكم يحسب حسب هدفين تسلل والفار حسب واحدة فيهم ولغى واحدة فيهم كانت صحيحة مليون في المية. خالد فطوطة يتكلم على الهدف الصحيح اللي اتلغى للنادي الاهلي؟ لا طبعا. خالد فطوطة فقط يجيب اي سلبية لنا صغننة علشان يتكلم فيها. طيب انا افكره في هدف بن شرقي من نفس الكورة، نفس الكورة ونفس اللعبة، نفس الكورة ونفس اللعبة، واتحسبت هدف، وكان طالع هو واحمد جمالات وباقي المرتزقة يهللوا. خالد فطوطة مفيش رادع للي هو بيعمله، بس فالحين كل البيجات او بيجات الرسمية لنادي الزمالك او القنوات الرياضية لنادي الزمالك يقول لك اللي قاعدين على الفيسبوك دول صبية واطفال بيبسوا الفتنه وبيبسوا التعصب. طب هو خالد فطوطه عنده فوق ال 50 سنه، فين الرادع ليه؟ محدش يقول له عيب عليك، محدش يقول له اتكلم عن المباراه، مجمل المباراه كلها هدف افشل اللي جه، الاهداف الاربعه اللي النادي الاهلي احرزهم في المقصه، فالح بس تشكك وتقول التفويت والنادي الاهلي يعني المدربين بتوعه اللي خارج الانديه بتساعده او بتسهل له. نادي الاهلي يلعب امام المقاولين والمقاولين يقفل ويحط ويصب خرسانات دفاعيه على مهاجم النادي الاهلي داخل ال 18، يطلع هو على فيسبوك يقول لك ده النحاس ما راحش بهجمه واحده على النادي الاهلي، النحاس ما عملش ولا هجمه مرتده حتى على النادي الاهلي، بيدافع فقط، وبيدي ايحاء ان عماد النحاس مفوت المباراه. يجي عبد الجليل يفتح اللعب ويلعب على السرعات ويعتمد على الاطراف بتاعته وسرعتهم او الجناحين وسرعتهم في الملعب، ويجي فيه اربع اهداف يقول لك بس ده عبد الجليل فتح الملعب للنادي الاهلي عشان يتهزم، في ايحاء منه ان عبد الجليل فوت المباراه. طب يا كابتن خالد يلعبوا الناس اللي بتلعب قصاد النادي الاهلي يلعبوا باي طريقه في رايك في دماغك. انت لما اتهزمت في الدوري من النادي الاهلي كنت مفوت المباراه، لما اتهزمت في افريقيا من النادي الاهلي كنت مفوت المباراه، حتى المنيسي طلع وقال انا خايف يقولوا ان كازر تشيفز لو النادي الاهلي فاز عليه ان شاء الله يقول ان هو كمان مفوت المباراه. مشكله الاعلام يا جماعه ان هو يعني اداه وفي صبيه اطفال بتمشي وراه، احيانا بيقفل التعليقات هو عشان ردود الاهلاويه بتبقى عنيفه وصادمه على خالد الغندور، بس انا عايز اقول له يا كابتن خالد اتكلم بمنطقيه والله هنحترمك، انما تسيب مباراه 90 دقيقه فيها اخطاء ضد النادي الاهلي وهدف صحيح مليون في الميه اتلغى، لو لنادي الزمالك كنت طلعت انت خربت الدنيا، خربت الدنيا،
ده بتبقى كوره مش ضربه جزاء وبقى فيها شك انها ضربه جزاء للزمالك، بتطلع تعمل افلام هنديه 4 اسابيع تقعد تتكلم على ضربه جزاء مش ضربه جزاء، ما بالك بهدف سليم واتلغى، اخطاء تحكيميه بالجمله ضد النادي الاهلي، ولكن ربنا بيستر عشان في كفاح وفي استمرار. احنا قلناها قبل كده مرارا وتكرارا، ضع في دماغك سيناريو ان التحكيم يبقى متعنت ضدك، تنزل تلعب وتجيب هدف واثنين وثلاثه وعشرة عشان تخرس الالسنه. ما تقولش النادي الاهلي اتفاز بهدف او بشق الانفس، او النادي الاهلي مثلا اتظلم تحكيميا، مش هنعلق اخطاء على تشمعات التحكيم. لكن النادي الاهلي بيفوز بعرقه يا كابتن خالد، بمجهوده يا كابتن خالد، مش بمساعده التحكيم يا كابتن خالد ولا بالتفويت. واسال بقى طارق تفويته على ايهاب جلال، على خالد جلال، على اسامه نبيه، على كل الحلوين دول اللي بيفتحوا لكم الملعب وبيريحوا بالعشر لعيبه من اللعيبه الاساسيين عشان حضرتك تفوز، عشان حضرتك تلعب. والفار اللي بيحسب لكم حاجات وهميه ملهاش لازمه، اللاعب يبقى الكره حاطط ايده كده والكره تيجي في ايده، يحسب لك ضربه جزاء والكره اصلا داخل جسمه. وياسر عبد الرؤوف في قناتك كان بيقول ان في اخطاء تحكيميه ساعدت النادي الزمالك ان هو يفوز، وانت كنت بتتجنن وبتتنرفز وبتتشال وتتحط. وحتى معتز قيمه، سوري مين كان مستضيفه من قيمه يومين، لاعب في نادي الزمالك سابق، الأباني ادى من منقي خيار لخالد الغندور عن نظريه المؤامره ونظريه الدنيا كلها ضد الزمالك، وان الزمالك ماشي في مسيره صحيحه وفي عراقيل قدامه. اللي عايز يفوز ببطوله ما بيقفش شماعات يعلق عليها فشله، اللي عايز يفوز بمباراه ما بيحطش الشماعات يعلق عليها فشله. حتى كان جماهير النادي الاهلي لما بتظلم تحكيميا ما بتطلعش تتكلم على التحكيم، بتقول احنا اللي قصرنا، احنا المفروض كنا جبنا هدف واثنين وثلاثه واربعه عشان نخسر الحكم، عشان نفشل اي مخطط ليه هو واتحاد الكوسه. بس انا عايز اقول لك يا كابتن خالد، اتعلم الحرفيه، اتعلم الحرفنه في الكلام، ما تسيبش مباراه 90 دقيقه فيها احداث كارثيه ضد النادي الاهلي وتمسك في هدف في ارتقاء واللاعب حطه بدماغه وتقول الهدف فاول، والحكم عشان تبقى فاهم رجع للفار في الكوره دي واتحسب الهدف هدف. سبت التسلل الوهمي اللي على النادي الاهلي اللي ما حسبش هدف صحيح للنادي الاهلي، وتمسك في كوره تقول ده رجله مش رجله، ده ارتقاء، وكل اللعيبه بتعمل كده، هو ما سندش بايديه. وعلى فكره لو كان في ركبه ودفع والكلام ده كله كان اللاعب نفسه اعترض، اللاعب شاور كده وخلاص لللاينز مان وخلاص، ما راحش اتخانق ولا اعترض ولا انت ساند عليا ولا موقعني ولا موتني. انت مشكلتك يا كابتن خالد كل مباراه لازم تطلع بجدال وبسجال علشان الناس تتكلم عنك، والمواقع والصفحات واليوتيوبر يتكلموا عنك وتبقى ترند بقى وتجيب فلوس. كل ما بقيت مثير للجدل والناس بتتكلم عنك كل ما هتبقى مطلوب في القنوات، كل ما يبقى سعرك بيزيد والكلام اللي انت فاهمه وعارفه. ولكن اتكلم بمنطقيه، ما تهبلش، مش اي حاجه تطلع تتقال ولا تتكلم فيها بدون منطق وبدون وعي. اتكلم على كل ما اتكلمني على اخطاء الحكام، قول لي الحكم اخطا في 1 2 3 4. عارف لو ذكرت الموضوع ده وسط اخطاء كتير انا هحترمك، انما تسيب مباراه كامله عشان تتكلم على خطا واحد من وجهه نظرك انه خطا وسايب هدف سليم للنادي الاهلي وقرارات عكسيه ضد النادي الاهلي، اعقل يرحمك الله. بشكركم شكرا جزيلا، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاوي على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم. مع السلامه.